هذا التقرير برعاية محلات سلمان. المصالحة الكلمة الأكثر تكرارا في حديث المصريين اليوم، والأكثر جدلا في ظل توقعات بطء صفحة الخلاف مع الإخوان. العفو الرئاسي وإلغاء حكم الإعدام عن مرسي وظهور طنطاوي في ميدان التحرير بالتزامن مع ثورة الغلابة وعودة الفريق شفيق، كلها مؤشرات يرى بعض المراقبين أنها مقدمة تمهد للمصالحة مع الإخوان وتحقيق توافق داخلي، بينما يرفض آخرون هذا الربط لأحداث متفرقة. فهل تدشن مصر مرحلة جديدة تطبيقا لمقولة عفى الله عما سلف؟